قد هكا حروف الجر وهي من الى حتى قلا حشعدت عن على منذ رب اللام كي وهو والكاف والباء ولا عل ومتى بالله يخصص منه منذ حتى والكاف والباء ورب ودى وخصص منه ومنذ الوقت ومد رب منكرا وشاور لهي ورب وما له من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه فتى اتى بعض وبين وابتدي بالامكنه بنين وقد تاتيني بدي لزمنه وزيد في لدين وشبه فجر نكره كما لبار من مفر بالانتهاء حتى ولا من والى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للمنكر وشبه وبي تعديه عظا وتعديل قضي وزيد والظرفيه السليم بلا وبي وقد يبينان السبب بالبسط عن وعد عوض الصقي ومن لمع ومن وعن بانطق على للسلا ومعنى في وعن بان تجاوز على من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل شبيب كاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسم وكلا عن وعلى من عيد لا عليهما من دخل ومذ ومن اسمان حيث ورفع او اولي ذلك جيت مدعى وان يجر في مضي بكم وما هو بالحضور معنى في السبيل وبعد منه عن وباء زيد ما فلم يعق عمل قد علم وزيد بعد رب والكافي فكف وقد يليه ما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل وفاء بعد الواو شاع للعمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعض الرؤى مطلسة. قال الجر إما الجر الاصطلاحي وهو قسيم الرفع والنصب في حروف الجر بهذا المعنى لأنها تحدث الجر في الاسم الواقع بعدها وإما الجر اللغوي وهو أنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء إذا قلت كتبت بالقلم الباء جرت معناها كتب إلى القلم جلست على الكرسي على جرت معناها جلس إلى الكرسي فهو جر لغوي قوله هاك ها أي خذ اسم فعل معناها خذ والكاف حرف خطاب وعلى العموم الأصل أن الكاف ضمير خطاب يقع في موضع جر ويقع في موضع نصب مررت بك جر أكرمك نصب ولكنها تقع حرفا في خمسة مواضع هنا في هاك وفي أرأيتك وفي رويدك وفي إياك وإياك وإياكما وإياكم ومع اسماء الإشارة نحو ذاك وذلك ففي هذه المواضع الخمسة هي حرف قال لك حروف الجري عدها رحمه الله 20 حرفا وهي من إلى حتى قال حشا حدافع عن علام من رب الله مطيع وانت والكاف والباء ولعلهم عدها 20 قالوا ترك أحدها وهو حرف جر عند السيبوي وهو لولا في قول العرب لولا ولولاك ولولاه قال السيبوي هي حرف جر لا تجر إلى الضمير ورد عليه بأنها في هذا الوضع كما هي والضمير بعدها مبتدأ ولكنه من قبيل عارة استعاروا ضمير الجر لضمير الرفع فما بعد العرب مبتدأ لولاك لما أتيت قال الكاف مبتدأ من في حد رفع وإنما استعار ضمير الجر للرفع كما وقع عكسه في قول أحد اليمنيين يا ابن الزبير طالما عصيك وطالما عنيتنا إليك استعار ضمير الجر للرفع وكذلك هنا قال الله أعلم المهم خلا وعدا وحشا بعثت في الاستثناء إذا جر ما بعدها فهي حروف وإن نصيب فهي أفعال ولذلك لم يذكرها كي حرف جر عند بعض العرب تجر ثلاث أشياء تجر ما الاستفهامية في قول العرب فعلت هذا كلمة إذا سألوا عدة شيء وتجر ما المصدرية ومدخولها كقول الشاعر إذا أنت لن تنفع فضر فإنما يرجى الفتاة كما يضر وينفع وتجر أن المصدرية ومدخولها وتكون في الغالب محذوفة نحو جئت كي أتعلم إذا قدرت أن الأصل كي أن أتعلم وأنك حدثتها بنيتها وظهرت بعض التراكيب فقالت كل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أنت عرى وتخدع إذا كي حرف جر في ثلاث مواضع فقط انتهى أمرها بقينا في متى حرف جر عند هذيل يقولون أخرجها متى كمه أي من كمه معنى من لعل حرف جر عند عقيد شبيه بالزائد
قال لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم لعل بالمغوار منك قريب مردها مبتدأ مرفوع بضم مقدرة منع نمر اشترى المحل بحركة سهل بحركة حرف الجر الزائد حرف الجر الشريم الزائد انتهت هذه الستة. بقينا في البقية سبعة منها تجر الظاهرة والمظهرة وسبعة لا تجر إلا الظاهرة. الله يخصص منذ حتى منذ حتى والكاف والواو ورب وتاء لا تجر إلا الظاهرة بدل المظهرة. ليس هذا فقط منذ ومنذ تجر الظاهرة ولا بد أن يكون وقتا. تقول ما رأيت منذ يوم الخميس منذ يوم السبت ولا تقول منذ زيد أو منذ عمري. هذا أقول يخصص منذ ومنذ وقتا وبيرب منكرا رب لا تجر إلا الظاهرة ولا بد أن يكون نكرا نحو رب صديق لنا رب صاحب لنا رب رجل صالح سيزورنا. والتاء لله التاء لا تدعو لرب الجلالة وفيها تأكيد تالله ورب كذلك سنع من كلام ترب كعبة وسنعة حياتك ولا يخفى ما فيها لا تجوز. وما رأونا نحن ربه فتانسون صنعة ربه جارة لضمير ضمير تميزه نكرة ربه عاطبا قالت من عاطب صنعة يلقه قليل كذلك ها ونحو واتى الكاف جر بها الضمير بقولهم خلل لنا باتي شمالا كذبا وامه علي كهاء اقربا وسمع من كلام الحسن انا كك وانت كي وسمع بعضهم يقول والحرب شماز لم تكن كي حين تدعو الكمات فيها نزالي فجرت الكاف ضمير هذا قليل هذا معنى قليل كذلك ها ونحو واتى بدا بمعانيها بدا بمن ومن اقوى حروف الجر تجر امورها من قبله ومن بعده ومن قبله ومن بعده ومن حيث اليوم من حيث اخرجكم بدني قال بحرك وبيني بعد من تبعيد من تنال الجبع حتى تنزق ومن ما تفكر بعض ما تنزق وبين تأتي بيانية وعلامتها أن يصرق ما بعدها قبرا عما قبلها ليس يدر رسا من الأوزان تصرق أن تقوى بس الأوزان وابتدي بالأمكنة خرجت من مكة إلى المدينة سبحان الله أسرى بعبده إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذه الاعتداء غير مكانية وقد تكون بدل الأزمة تخيرنا من أزمان اليوم قليلة إلى اليوم قد وجدنا كل التجارب من أزمان بالغاية الزمانية بمسي وسوس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. أنا أقول وقد تأتيني بدل الأزمة وزيد بيني وشبني شبني المي والاستماع وجر مكرة جر مكرة وسمع رأيك بقول الله عز وجل ما تلا في خلف الرحمن من تفاوته فرجع البصر حتى لا يرى الفتور استماع وتجره إلا الفاعل نحو ما جاء من أحد أو المفعول ما رأيت من أحد أو المبتدأ ما في الدار من أحد. وقال كوفي تجره تأتي من زائدة وتجر غير النكرة وتأتي غير النبي وسجد لقول الله عز وجل أغفر لكم لي ونوبكم بارك أنا قل وزيد في نبي وشكري بجر نكرة كما لدار من مفر مثل نقل زرابي مثل مرفوع بضم مقدرة مع الشاء المحد في حال الأوجه بالسائل الانتهاء حتى أفر الانتهاء حتى الانتهاء للغاية واللام مثلها وإلى مثلها وأقواهم أقواهما في هذا أقواهما في هذا إلى قصد أن تقول صورت الدار حتى إلى ذن الليل إلى نصف الليل يا رب الليل أما حتى فإن لا تجر إلا الغاية أو ما اتصل بها السلام هي حتى مطلع الفجر الغاية الفجر والمطلع متصل بها فقل صورت الدار حتى صورت الدار حتى حتى الفجر أو حتى مطلع الفجر ولا تقول حتى نصف الليل حتى لأنها مفصل للغايات والتجرب اللام قليل السماء اللام للغاية قليل السماء اللام
السماء اللام الغاية قليل قلنا كل يزيد أجر المسمى قلنا إلا بعد اللام نراد حتى يدخل ولا يدخل يا فتر يا فتر نقصت في مكة من اليوم الأول إلى الرابع هل الرابع يدخل ولا يدخل نقصت في مكة من اليوم الأول حتى الرابع هل هذا ما بعد الغاية المغيى يدخل ولا يدخل قولوا بعضهم ما بعد حتى وإلى لا يشكلوا ما بعد حتى وإلى لا يشكلوا وقيل يخرجوا وقيل يدخلوا ذلك هو إن كان بعضا دخلا قلت وما أحسن قلت وما أحسن قول من خلا وفي دخول الغاية الأصح لا وفي دخول الغاية الأصح لا يدخلوا في إلى وحتى دخلا الشيخ نمو رحمه الله متوقع عمله لديه المسكي هذا هو نعم هذا ما قلت نجاح حتى ولا من وإداهم وداء يدخلان بدلا من وداء يستعملان البدنية وقال تعالى ولو نشاء لجعلنا عليكم ملائكة لأن يخلقوا بدلكم أبا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمر نعم وبداء أنا قلت من وداء يدخلان بدلا.